وينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. يعني مثلما أشار التقرير، تبقى مصر أبد الدهر ساندا قويا للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وأستاذ جمال، يعني أبدأ معك من حيث أشارت وسائل إعلام فلسطينية بأن الحدث الذي تستضيفه جامعة الدول العربية بالقاهرة هو حدث استثنائي وتاريخي. كيف ترصد لنا على مسار الفترة الأخيرة القضية الفلسطينية؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد انطلق مؤتمر القدس اليوم وتحت شعار صمود وتنمية في هذا التوقيت الذي تواجه فيه القضية الفلسطينية الكثير والكثير من التحديات، سواء على صعيد يعني التحديات المستجدات في الشأن الفلسطيني أو حتى على صعيد المتغيرات الدولية والإقليمية. وبالتالي هنا القاهرة تواصل دورها التاريخي والأساسي في دعم القضية الفلسطينية، وتحتوي هذا المؤتمر المهم الذي هو أحد توصيات يعني القمة العربية الأخيرة في الجزائر، وانعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت يؤكد أن القاهرة بتدعم القضية الفلسطينية. حضور القيادة السياسية المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر وإلقاء كلمة أعتقد أن هي في غاية الأهمية، أكدت على الثوابت المصرية والثوابت العربية تجاه هذه القضية، أيضا يؤكد هذا المعنى أن القاهرة عاصمة القرار العربي بشأن القضية الفلسطينية وتدعم القضية الفلسطينية بكل ما أوتيت من قوة. كلمة أولوية جاءت على لسان السيد الرئيس وأيضا جاءت على لسان العاهل الأردني وجاءت على لسان أيضا أمين عام لجامعة الدول العربية. الجميع يؤكد على فكرة أن القضية الفلسطينية هي الأولوية الآن في العمل العربي المشترك، وهذا في الحقيقة يعني يتطابق مع العقيدة المصرية المؤمنة بأن حلحلة القضية الفلسطينية يتبعها حلحلة لكافة القضايا الإقليمية الأخرى. وهنا مواصلة بالتأكيد لدور مصر التاريخي في هذه القضية بالتحديد، وأعتقد أن الدور المصري الجميع يشهد له بالنزاهة وبالشرف وبأيضا التطور حتى في الأداء. يمكن بنرى أطر جديدة في دعم القضية الفلسطينية حتى على صعيد الإعمار والتنمية، وكلنا بنرى ما يحدث في قطاع غزة من إعمار نتاج الجهد المصري، أيضا وقف التصعيد الفوري بالتدخل المصري والذي يلقى إشادة من كافة الشركاء الدوليين. وبالتالي هذا الدور التاريخي في الحقيقة متواصل بل مستمر ومتنامي، ومؤتمر اليوم يؤكد سواء على الدور المصري البناء أو حتى على يعني ما استطاعت القاهرة صنعه خلال الفترة القادمة الماضية من إحياء للقضية الفلسطينية وإعادتها للمشهد العربي كأولوية عمل عربي مشترك الآن. طيب، يعني مثلما أشرت أستاذ جمال بأن هذا المؤتمر الهام لدعم القدس يعكس أن القاهرة هي عاصمة القرار العربي، وما لمسناه وما توقفنا أمامه من تأكيدات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بإعادة التأكيد على مبادرة السلام العربية، كيف ترى الجهود المصرية لإعادة ترتيب البيت العربي ولدعم الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية؟ يمكن الزخم في العلاقات المصرية العربية منذ 8 سنوات في الحقيقة انصب أيضا لصالح القضية الفلسطينية، وما أحدثته القاهرة من علاقات أخوية وعلاقات متنامية طوال الوقت مع الأشقاء العرب انصب إيجابيا على تطور الأداء العربي في القضية الفلسطينية. وبنجد دائما القضية الفلسطينية على أجندة القيادة السياسية المصرية في لقاءاته مع مختلف قادة العالم وبالتحديد مع القادة العرب، ويمكن التشاور والتفاهم وبناء وجهات نظر متطابقة حيال القضية الفلسطينية مع كافة الأشقاء العرب أصبح حاضرا وبقوة في العمل العربي المشترك الآن. مصر أعادت الدائرة العربية كدائرة عمل أولى لها ضمن سياستها الخارجية، وبالتالي هنا اهتمام مصري بمفهوم الأمن القومي العربي الذي في الحقيقة يبدأ من استقرار القضية الفلسطينية وإحلال السلام في الداخل الفلسطيني وإيجاد حل حقيقي لهذه القضية. مفهوم الأمن القومي العربي الذي أعلاه الآن وأعلته الآن القيادة السياسية المصرية ووجدناها حاضرا في خطابات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قمة جامعة الدول العربية التي استضافتها مصر في 2015 في شرم الشيخ. هذا المفهوم الذي الآن ظهر على السطح مجددا وأصبح يلم الشمل العربي حوله، وهنا إدراك مهم للغاية أن مفهوم الأمن القومي للدول العربية متصل مترابط، حلقاته متصلة ببعضها البعض، وبالتالي الأمن القومي العربي الآن أعتقد أنه هو الأولوية، والقضية الفلسطينية هي المحور المفصلي
في يعني استقرار الامن القومي العربي، خصوصا ان هناك قضايا عربيه اخرى ربما شغلت راي العام العربي خلال الفتره الماضيه، ولكن الان القضيه الفلسطينيه تعود مجددا الى المشهد، الى صداره المشهد، واعتقد ان الوقت الراهن مع التحديات العالميه الراهنه والمتغيرات الدوليه القائمه يجب علينا كعرب ان نحافظ على ان تكون القضيه الفلسطينيه في صداره اولويات العمل العربي المشترك حتى نستطيع الحفاظ على الامن القومي العربي. طيب، يعني بالتاكيد دلالات سياسيه وتاكيد عربي ومصري على ان القدس وفلسطين قضيه مصر والعرب الاولى، وان البصره العربية لا يمكن أن تحيد عن القدس. كيف ترى دعم مصر لمسار عملية السلام والتفاوض، وهو أيضا ما توقف أمامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الهامة التي ألقاها في تلك الجلسة الهامة أيضا؟ يمكن بالتأكيد مصر تؤكد على هذه الثوابت المتعلقة في القدس الشرقية عاصمة فلسطين، وتنفتح على كافة الشركاء الدوليين في التشاور بهذا الشأن، إحياء مسار السلام مجددا حتى فيما يتعلق بالتشاور مع الجانب الإسرائيلي نفسه، ونقل وجهة النظر العربية والفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي والجانب الأوروبي، ومصر شريك أيضا في الرباعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية يعني الخاصة بمؤتمر ميونيخ وغيرها من الأمور. وبالتالي أنا أعتقد أن مصر هي حلقة الوقت الحقيقية كمان فيما يتعلق بنقل الرؤية العربية للشركاء الدوليين، وبالتالي يعني هذه ثوابت راسخة في العقيدة المصرية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أكد على هذه الثوابت المصرية والعربية، ويمكن هنا رسالة كانت مهمة للغاية من السيد الرئيس سواء للداخل الفلسطيني أو حتى للداخل الإسرائيلي لإحياء مسار السلام والاتجاه إلى نبذ العمق والاتجاه إلى يعني السلام الشامل والعادل. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي.